المنتخب المغربي بفضل الله تعالى وبمشيئة الله تعالى في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، لكن في البداية لو أنت من عشاق ومحبين الكرة المغربية الفيديو ده بالذات يستحق منك المليون لايك، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشير الفيديو لكل أحبابك على مستوى العالم. والنهاردة بعد انتهاء مباراتي في الجولة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بفوز كل من أنجولا ونيجيريا على المنتخب الكاميروني، ليرتقي المنتخب النيجيري مع أنجولا وزي ما توقعت مع حضراتكم السيناريو في إطار دور الـ16 من البطولة ذاتها، بمشيئة الله تعالى المنتخب المغربي سيفوز على جنوب أفريقيا، وآخر فوز للمنتخب المغربي على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-0 في عام 2019 هيتعاد مرة أخرى في عام 2024 على الأراضي الإيفوارية. المنتخب المغربي قادر بمشيئة الله تعالى بتواجد كافة العناصر وكافة المهارات وكافة الإمكانيات داخل عناصر المنتخب المغربي، بتواجد كل من عز الدين وناحية أيوب الكعبي عبد الصمد الزلزولي يحيى عطية الله، تشكيلة مختلفة نهائيا عن المباريات السابقة اللي خضناها أمام منتخب جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا فازت علينا أي نعم في عام 98 في بوركينا فاسو المباراة اللي انتهت بنتيجة 2-1، وأيضا في عام 2002 المباراة اللي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح جنوب أفريقيا، وفي عام 2004 وأيضا 2013 انتهى المباراتين بالتعادل. وأيضا في إطار الملحق المؤهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية وكوت ديفوار 2024 فزنا على جنوب أفريقيا في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وفازت علينا في الإياب بنتيجة 2-1، ليصبح بمشيئة الله تعالى الفوز حليف المنتخب المغربي كالتأهل كأول المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط. وبعد المستوى اللي شفناه لا تقول لي بيرسي تاو ولا زواني ولا ويليامز، موجود كل عناصر المنتخب المغربي بكافة الإمكانيات في بطولات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار في المباراة القادمة أمام جنوب أفريقيا، المباراة المقررة إقامتها يوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وسيصبح السيناريو فوز المنتخب المغربي على جنوب أفريقيا في مباراة دور الـ16، وأي من يتأهل من موريتانيا أو الرأس الأخضر، وربما يكون الرأس الأخضر حسب توقعاتي. وبكده بقت واضحة وصراحة جدا على آخر المنتخب المغربي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا في المباراة القادمة في مباراة دور الـ16، وأيضا تخطي عقبة مباراة الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي، وأيضا الفوز على نيجيريا في النصف النهائي. وسنلتحق بمشيئة الله تعالى لنتقابل مع المنتخب السنغالي على الجانب الآخر في مباراة النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية حسب توقعاتي الشخصية كمحلل إعلام رياضة مصري وهنا من داخل قناتي. نلتقي مع منتخب السنغال في مباراة النهائي بمشيئة الله تعالى، وسيكون الفوز حليف أسود الأطلس الفوز بالبطولة الأراضي الإيفوارية. أطيب التمنيات للمملكة المغربية للمنتخب المغربي بقيادة الركراك الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 إلى مزيد من التقدم والإنجازات للكرة المغربية، وأشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.